يخشى سكان الحي العسكري في كركوك أن يتجدد إطلاق النار على فرن الصمون في منطقتهم ويبقى الحي بأكمله بلا طعام. يجوا بستة بسيارة أوباما رصاصية الرقم ضاربينها طين حتى ما يبين، وجابوا لهم بنزين ورشاش. عشرون إطلاقة بحسب شهود، وواجهة المحل تدمرت بل وأضرم النار فيه. كل هذا حصل مبكرا. حملوا صمون، رادوا صمون ياخذون دين، ما انطيناهم دين. نعرفهم مو خوش ناس، ما يعني عندهم سوابق، ما انطيناهم دين. فالشاجر ويا العامل المالي خبر اخوته، اخوته جاوا اثنين ضربوه، يعني اربع اشخاص وقعوا على واحد اعتدوا عليه. مره ثانيه ورا ساعتين الساعه بستة وربع الصبح اجوا رشاشات سيارة اوباما رصاصيه الرقم ما معروف، حرقوا المحل وضربوا اكثر من 20 طلقه داخل المحل. الصبح بالقران هم قعدوا المنطقه بصوت طلقات رشاش، يعني سلاحين جايبين رشاش، هذه وين جبهه؟ وين دور الشرطه؟ وين يعني احنا قول يا خابر شرطه، الشرطه ورا ساعه يلا جوني. العاملون والمارون من هناك اصيبوا. حادثه ان مرت بسلام ستستفحل ظاهره الاعتداء والتخويف. بالضران هاي الجام مالتي كلها متكسر، وهاي الطلقه هنا، بس ان جارني جماعه متعدين عليهم على مود سوء تفاهم، على مود الصمون شغله بالدين ياخذون. فعسلنا قلنا يا ابو ماكو سلامات ماكو شيء، قالوا شيء الحمد لله ماكو شيء. فصار هذا الحادث، فهذا الجام مالتي تبلش زي مو الحادث، راح النوبه تكرر هاي الحادث. والحمد لله هذا الاخين فلاح عينه شقت منا لهنا، قالوا على اساس 10 نفذ، والدم هنا الصبح لقيناه كله من عند طالع. أغلق الفرن وأتلف العجين ولن يفتح حتى ينال المتورطون جزاءهم. من كركوك أتلا الأغا، الشرقية نيوز.